القناطر الخيرية هي نزهة الأولى يمكن في عيد الربيع أو عيد شم النسيم. خلينا نتابع مع كريم بيبرس زميلنا إيه الإقبال اللي حصل من المواطنين على الحدائق والمتنزهات بالقناطر الخيرية. يجتمعون سويا كل عيد، يتحركون، يلعبون ويأكلون. عائلات وأصدقاء خرجوا اليوم إلى الحدائق والمتنزهات ليحتفلوا بعيد شم النسيم الذي يأتي كل عام محملا بنسمات الربيع وألوانه. بنيجي كل سنة بنقضي اليوم هنا جميل، الأطفال بتبقى مبسوطة والزوجة مبسوطة وكلنا الحمد لله مبسوطين كل سنة بنيجي هنا. يوم حلو، يوم كلنا مبسوطين فيه والناس مبسوطة كل حاجة حلوة. وتعد القناطر الخيرية من أهم المزارات في الأعياد المختلفة، حيث أن بها ما يزيد عن 10 حدائق مليئة بالأنشطة للكبار والصغار، ومن أهمها حديقة لؤلؤة الشرق التي تقع على مساحة 13 فدانا وتتميز بمساحات خضراء وأماكن للاستراحة ومكتبة للأطفال، فضلا عن أشجار معمرة وفريدة ونشاطات أخرى للكبار مثل الصيد. بجيب الأسرة كل سنة هنا القناطر الخيرية، بنقعد نلعب هنا بالكور وبنفرح مع جماعة الإخوان المسيحيين والمسلمين وبنحتفل باليوم ده كل سنة. نجيب أولادنا وأطفالنا وأحفادنا ويجي نحضر هنا، بيبقى يوم جميل جدا، العيد بيلعبوا طبعا الأطفال بيبقوا فرحانين ومبسوطين يعني. ولا يأتي أي عيد بدون تنسيق وتجهيزات من مختلف الأجهزة المعنية لتأمين المواطنين عن طريق انتشار قوات الأمن لتأمين الحدائق والمتنزهات، بالإضافة لتجهيز سيارات الإسعاف للتعامل مع الطوارئ من أجل الحفاظ على حياة وسلامة المواطن. كريم بيبرس، التلفزيون المصري.